السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم يا شباب في معرض The Solar Show KSA. المعرض إن شاء الله يوم 30 و 31 أكتوبر الحالي، إن شاء الله هنشوف فيه شركات كتيرة جدا مشاركة في المعرض. هنبدأ نشوف النهاردة وفي الفيديو ده الشركة اللي احنا هنبدأ نشتغل عليها هي ايه. لو احنا رجعنا كده للمعرض هنلاقي احنا اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن مجموعة كابلات الرياض واللي هي التايتل سبونسر، وهنا نتكلم عن الدايموند سبونسر اللي هو الراعي الماسي لهذا المعرض السويدي الكتريك. لو احنا دخلنا هنا ده الدايموند سبونسر السويدي الكتريك، لو احنا رحنا المفروض على جوجل نشوف النهارده هنتعامل مع السويدي للكهرباء او السويدي الكتريك، نبدأ نشوف ايه اللي موجود على موقع السويدي. طبعا هنا ادي السويدي الكتريك، تمام، دخلنا على الموقع بتاعهم في انجلش في عربيك هنا في فرنش، تمام، فاحنا نختار اللغة العربية. ده السويدي الكتريك، تقدر هنا تشوف معلومات عن الشركة، الرسالة والرؤية زي ما تعودنا، ومجالات العمل، وبعدين الاستدامة والتواجد العالمي. هنا في عندهم الدعم، وسائل الإعلام والأخبار، وبرضو المستثمرين والوظائف. لو أنت مهتم بموضوع التوظيف تقدر تدخل هنا دايركت وتبدأ تشوف تتعامل معاهم إزاي أو تقدم معاهم إزاي. فإحنا خلينا نتكلم عن عن الشركة شوية، تمام. دي شركة السويدي، تمام، هي شركة عالمية رائدة، تمام، موجودة من فترة كبيرة، تمام، بتعمل في قطاعات كتير منها الأسلاك والكابلات وملحقاتها. يبقى مجال الشغل بتاعها يبقى دي شركة أصلا أسلاك وكابلات وملحقاتها، وكمان بتشتغل في المنتجات الكهربية والهندسة والإنشاءات والحلول الرقمية والبنية التحتية، تمام، موجودة في أكثر من 19 دولة، لدينا وجود قوي في أكثر من 19 دولة في العالم. ده نبذة عن السويدي إلكتريك. هنا طبعا الرؤية والرسالة والقيم والحوكمة والكلام ده، تمام. فإحنا هنبدأ نشوف مجالات العمل. مجالات العمل لو أنا ضغطت هنا كده في مجالات العمل هلاقي مجالات العمل زي ما قلنا المجال الرئيسي الإسلاك والكابلات وملحقاتها، زي كابلات الطاقة والكابلات الخاصة وكابلات الألياف الضوئية وكابلات الهوائية الأوفر هيد، تمام، وأسلاك التأريض الأو بي جي دبليو ومنتجات الصلب وأسلاك الملفات وملحقات الكابلات والمنتجات البلاستيكية والعوازل أو العازلات وموانع الانفجار، تمام. وفي عندها الشركة المتحدة للمعادن. هنا المنتجات الكهربية زي المحولات، سويدي إلكتريك محولات، الباسوي، تمام، أعمدة الفايبر جلاس، المنتجات التكميلية. في الهندسة والإنشاءات هي بتشتغل في توليد الطاقة ونقل الطاقة وتوزيع الطاقة وحلول المياه، وفي الأعمال المدنية وترميم الأعمال الأثرية. الحلول الرقمية زي إدارة الطاقة والاتصالات السلكية واللاسلكية والربط الشبكي وتكامل الأنظمة وحلول مراكز البيانات والحلول والحوكمة، وبتشتغل في البنية التحتية في التنمية الصناعية وتطوير خدمات اللوجستية والاستثمار في مشروعات الطاقة والمياه. لو احنا دخلنا مثلا هنا على الكابلات والأسلاك هتلاقي جايب لك البرودكتس الخاصة بالسويدي إلكتريك. ادي كابلات الطاقة، تقدر زي ما قلنا كده، تمام، تشوف ايه الكابلات اللي هم بينتجوها، زي كابلات الجهد المنخفض، كابلات الجهد المتوسط، كابلات الجهد العالي والجهد الفائق. لو عايز تسجل في النشرة بتاعتهم يفضل ان انت ايه كل ما تدخل على موقع سجل كده عشان يوصل لك، تمام، اخر الاخبار او المعلومات الخاصة بالموقع، تمام. فانت تسجل هنا، هتدي له تسجيل، انا بس مش كاتب الايميل بطريقة صحيحة، هتسجل، تمام، وهيبعت لك النشرة بتاعة التسجيل. طبعا هنا تقدر تدخل، لو انت ضغطت هنا كده هيجيب لك قناة اليوتيوب الخاصة بالسويدي الكتريك، تمام،
تقدر هنا اهو تعمل اشتراك عشان تشوف الفيديوهات الخاصة بالشرح اللي هم بيشتغلوا عليها، تمام، وتقدر تعمل لهم فولو في برنامج اكس اللي هو تويتر، متابعة، تقدر هنا في الانستجرام والفيس واللينكد ان. دخلنا مثلا سي على اللينكد ان اقدر اشوف السويدي الكتريك، ببدا اشوف عنده 11 الف موظف تقريبا، اقدر اضغط هنا اروح على الويب سايت بتاع السويدي الكتريك. انا لو عايز احمل مثلا كتالوجات زي كابلات الجهد المنخفض اهو بيدخلني جوه كده، وادي كابلات الجهد المنخفض، بضغط على تحميل الكتالوجات، ادي كتالوج السويدي الكتريك لكابلات الجهد المنخفض، كله متاح على الويب سايت بتاعهم. طبعا انا اقدر احفظ كده زي ما قلنا، ناخدنا مجموعة كابلات الرياض في الفيديو اللي فات، هناخد دلوقتي السويدي الكتريك او كابلات السويدي نسميها كابلات السويدي، طبعا دي اللو فولتج كيبل اللي احنا ايه اللي احنا اشتغلنا فيه، ميديوم فولتج كيبل وفي حاجات تانية موجودة داخل الويب سايت بتاعه. حملت، اقدر افتح البي دي اف بتاع كابلات السويدي واشوف الكابلات اللي هم بيشتغلوا عليها سواء كانت نحاس او المونيوم والسبيكس الخاصة بهذه الكابلات. يبقى ده كان الجزء الخاص بالاسلاك والكابلات. عنده مثلا المحولات، دخلنا كده على المحولات سويدي الكتريك في المحولات، اداني تمام نفس القصه اهو ان السويدي الكتريك شغاله في الرينج من كذا لكذا في المحولات. اقدر احمل السويدي الكتريك تمام الترانسفورمر اهو، هضغط هنا برضو، انا بحمل معاكم اهو كابلات السويدي، انا دلوقتي بحمل محولات السويدي. طيب اقدر ارجع تاني هنا في مجالات العمل اشوف، والله هو مثلا بيشتغل على اعمده الفايبر جلاس في المنتجات الكهربائيه، اقدر اشوف اعمله الفايبر جلاس هو اللي جايب لي الصوره ليها، وليها كتالوج اقدر احمل الكتالوج بتاعها من على الويب سايت، وابدا اشوف ايه الانواع بتاعه اعمده الفايبر جلاس، ستريت لايتنج وهكذا اللي بيشتغل فيها السويدي. انا احمل برضو ملف اعمله الفايبر جلاس، نبدا برضو ندخل هنا مثلا في مثلا توزيع الطاقه، عنده مشاريع في توزيع الطاقه، نبدا نشوف ايه المشاريع بتاعته، مثلا امدادات الكهرباء والاناره، شبكات توزيع الكهرباء المصغره وهكذا، فاحنا نبدا نشوف ايه المنتجات اللي هو بيعملها وهكذا. فبرضه هنا مثلا في الحلول الرقميه، مثلا عنده في الاتصالات السلكيه واللاسلكيه والربط الشبكي، تمام، بيكلمني عن مشاريعه في الاتصالات السلكية واللاسلكية والربط الشبكي. مهم جدا طبعا، انا لو عايز ادخل هنا اهو على الوظائف، تمام، الوظائف انا مثلا في مصر، ده تواجدهم طبعا في التواجد العالمي، انا بدخل كده على وظائف، مفروض وظائف هنا يديني يعني ايه ان انا اقدر اسجل واقدر ابعت لهم اهو، فتحت اهي، كونها شركة عائلية تنمو يوما بعد يوم متنوع مش عارف مين، نقدر نشوف اهو ان انا اقدم ازاي على الوظائف، برنامج تدريب الخريجين المهني، تمام، قدم الان، يعني انا عايز اقدم مثلا في السويدي الكتريك، خلاص ابدا اشوف هنا تمام، واشوف بيعملوا ماركت ريسيرش سينيور انجينير مثلا، سينيور لور، مش عارف الكتريكال انجينير وهكذا، تكنيكال سينيور انجينير، يبقى هو عنده مجموعه من الوظائف، واقدر انا اعمل ابلاي واملى الابلكيشن بتاعتي واقدم في السويدي الكتريك. النهارده شفنا الفيديو ده كان خاص بالسويدي الكتريك اللي هو الدايموند سبونسر او الراعي الماسي في السولار شو كي اس اي. يبقى احنا هنا بنشرح السولار شو كي اس ايه، ده المعرض بتاعنا، ودخلنا على تحت هنا كده الدايموند سبونسر
السويدي إلكتريك، ده كان الفيديو الثاني في سلسلة السولار شو كي اس اي مع السويدي إلكتريك، واشوفكم في فيديوهات تانية ان شاء الله خاصة بشركات مشاركة معانا في المعرض. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.